اهلا بكم في حضانه جنتي بمدينه تلم محافظه المنوفيه. احنا النهارده في جنتي عاملين مع اطفالنا الحلوين فيديو مبسط لعاداتنا وتقاليدنا والطقوس اللي تورثناها على مدار الاجيال اللي فاتت كلها في استقبال العيد، واللي اهم حاجه فيها او اهم عاده تعودنا عليها وهي عاده مبهجه جدا بصراحه ومفرحه لينا وككبار او الاطفال كمان، عاده كحك العيد. النهارده في جنتي مع اطفالنا وريناهم بنعمل كحك العيد ازاي، طبعا بصوره مبسطه، والحقيقه ان هم كانوا مبسوطين جدا وفرحانين لان طبعا هم شاركوا وكان في محاكاه بينهم وبين الواقع حقيقيه بانهم عملوا الحاجه بايديهم وتفاعلوا وشافوا العاده الجميله ديت بنعملها ازاي وشاركوا فيها. فالحمد لله الفيديو برغم بساطته بس كان مبهج، وإن شاء الله يعجبكم وينال رضاكم بإذن الله. كل سنة وحضراتكم جميعا بخير.